صبحا. لينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد القادر أخويلي عضو المجلس الأعلى للدولة. سيد عبد القادر أهلا وسهلا بك. أهلا بك وأهلا مشاهدي قناة تناصر. نعم. الكلام الذي قاله السيد بوفايد يعكس أن اختلافا واضحا في وجهة النظر بين أعضاء مجلس الدولة، ما طبيعة هذا الخلاف؟ ويبدو أن هناك ليس هناك إجماع داخل المجلس حول ما تقوم به لجنة الحوار. هو هذا هي الديمقراطية، لا يوجد رأي واحد في الديمقراطية، ولكن رأي شخص لا يؤثر على رأي فرد، شخص واحد لا يؤثر على عموم قرار المجلس. هذه الديمقراطية في العمل البرلماني. ولكن أنا أتفهم وجهة نظر السيد إدريس بوفايد بأن البيان لم يتطرق إلى الاستفتاء والعملية الدستورية، ولكن هذا هو الحل، هذه بداية الحل، هي التوافق وتحديد حكومة واحدة وتوحيد المؤسسات، ومن ثم بعدها ننطلق إلى الاستفتاء على الدستور والعملية الدستورية والانتخابات على ضوء الدستور القادم. ولكن اعتراض السيد إدريس يريده أن يكون من ضمن بيان اللقاء، ولكن هم الأطراف لم يتطرقوا إلى هذه العملية أثناء الحوار، فكان تطرقهم فقط إلى آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد والسلطة التنفيذية الجديدة. فلذلك يعتبر من حقه الاعتراض، ومن حقنا نحن أن ننفذ ما نتفق عليه، والأغلبية في الديمقراطية هي الأغلبية التي تحكم وليس الرأي. طيب سيد أحويلي، أنت قلت بأن الاختلاف هو جزء أساسي من الديمقراطية، أو أن هذه الديمقراطية في العمل البرلماني، لكن السيد إدريس أبو فايد يرى بأن البيان غير ديمقراطي لأنه احتوى على فقرة تتعلق بالمادة الثامنة، موضوع المفاوضات في مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية، وقال بأنها نقطة لم يتم النقاش فيها ولم يحسم الخلاف فيها، بالتالي إدماجها في هذا البيان هو يعني ليس ديمقراطيا. هو هذه وجهة نظر صحيحة، ولكن ترك على حسب البيان وعلى حسب الاتفاق أن المادة الثامنة أجلت بحكم أنها جزء تنفيذي، أن المادة الثامنة تنص على أن صلاحيات المؤسسة يعني صلاحيات العسكرية والمدنية والأمنية كلها تعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين تكليف أشخاص جديدة جدد لهم، فهذه يعني تركت إلى السلطة التنفيذية القادمة، لكنها لم تترك في البيان. سيد عبد القادر، نعم. لم تترك في البيان، تم الحديث عنها في البيان. تم الحديث عنها، يعني ينصح إذا كان البيان تحدث عنها، إذا كان في توافق بين السلطة العسكرية، هذا جزء من المادة الثامنة وهي السلطة العسكرية، بقيت لنا الوظائف المدنية والوظائف الأمنية، إذا تم التوافق فلا بأس، يعني نحن نرحب بالتوافق، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق على المعطيات التي جاءت من مصر، أن المجتمعين في مصر لم يتفقوا على هذا الشيء، وانسحب الفريق المفاوض من المنطقة الغربية من هذه المفاوضات. نعم. طيب سيد عبد القادر، هذه النقطة ربما قد يفهم منها تبني لجنة تعديل الاتفاق السياسي في مجلس الدولة ولجنة الحوار بمجلس النواب على أنها اعتراف بما يحدث في مصر من مفاوضات بين عسكريين يحاولون توحيد المؤسسة العسكرية. لا، ليس اعتراف، نحن نرحب أي شيء يتفق عليه العسكريين، ولكن هذا حتى هذه اللحظة ليس اعتراف. إذا قدم في النهاية بحكم أن تحتاج إلى تشريعات على حسب الإجراءات التي التسريبات اللي وصلت إلينا بما حصل في مصر، أنها يحتاج إلى تشريعات جديدة، والتشريعات السابقة التي أصدرها مجلس النواب تعتبر تحتاج إلى مراجعة على حسب نص المادة 62 من الاتفاق السياسي، أن المفروض المجلس الرئاسي الجديد يشكل لجنة مجلس نواب مجلس دول مجلس رئاسي لمراجعة كل القرارات التي صدرت عن مجلس النواب والتي صدرت عن المؤتمر الوطني العام من 4/8/2014 إلى حين انفاذ الاتفاق السياسي، فهذه تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تشريعات جديدة، يعني حتى ولو اتفقوا لن يتم تنفيذها إلا بعد إجراءات تعديلات قانونية تشريعية عليها. نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد القادر أحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة.